الحين بنروح بنشغل 9، وبيكون آخر شيء عندنا 9، نشغل كل الستودنت. هني بيكون في لوب، ما بياخذ رقم، بيكون لوب دايركت بيطبع لي الطلبة اللي موجودين. فاللوب مالي عبارة عن فور اي دوت ليست سايز اي بلس بلس، نفتح فور الحين. لأننا بنستخدم الفور بنحتاج الميثود جيت. خلينا نرجع نشوف شلون سوينا جيت حق هني، حق 6 كان كي 6. اوكي، كنا نسوي الميثود بهالطريقة. زين، فما بنحتاج اف ولا بنحتاج ذلين كامل، بس بنحتاج ياخذ لنا ذلين. زين، يطبع لنا كامل لهاي not found. اوكي، عندنا already هاي السطر بروحه كفاية. شلون بيكون الحين؟ الحين بس نحتاج انيب الميثود اللي نبغيه من روستر. زين، نقول له دوت جيت ستودنت ونعطي الاندكس اللي هو الاي. عقب زين شنو نقول له عشان نطبع بسهولة؟ زين، بنقول له روستر دوت جيت ستودنت اي، بعدين شنو نطلع منه؟ بس الاي دي. ليش الاي دي؟ لان بنحطه في الميثود الثاني. اوكي، والافضل ان نسيفه. خلنا نسيفه تحت، خلنا نقول انتجر ستودنت، خلنا نشبكه اي دي ايكوال، او كنا نقدر نخلي اي دي اصلا لان هني ما بنحتاج، نقول اي دي بس. تمام، هني كاستنج. اوكي، يقول لي لونج وذي. اوكي، مو مشكله، فنقدر نقول هني انتجر. تمام، مجرد سالفة كاستنج. بعدين نقول له شنو؟ نقول له روستر دوت برنت ستودنت ديتيلز، ونخلي شنو هني؟ نخلي اي دي. تمام، فبيكون بس هالميثود بهالطريقة. خلينا نجربه، يمكن نحتاج نضيف شيء ثاني. خلا اول شيء نضيف student، خلينا نضيف 2 وكل واحد نخلي له مادتين. الحين خلنا نطبع كل شيء. 9، اوه في شغلة واحدة بس اللي نحتاج نعدله. اوكي، يطبع لي بالضبط نفس اللي ابغيه، بس شنو مفترض كنا نخلي continue نفس الكود حق continue عشان ما يوديني منيو ثاني. فيطبع لي بعدين شو اسمه، اكو طبع لي نفس الاسم full name gmail كل شيء course 1 course 2 طبع لي اياها هاي بعد نفس الطريقة. اوكي، ولكن بس باقي علينا ان نخليه حق انه يصبر شوي، ما يوديني المنيو دايركت. تمام،
الحين خلني بجرب مرة ثانية. خلينا نشوف الحين البرنت. خلينا نشوف المفترض كنت اخليه برا اللوب. اوكي هو برا اللوب، ولكن قاعد ينتظر مني احط اي شيء. كي مثلا بيكمل على سارة. اوكي هاي المفترض كان برا اللوب. تمام الكود بيكون برا على اللوب. زين خلينا نشيك، لان ليش اذا دخل اللوب كل ساعة بيطلع، فلازم يكون برا اللوب. مثل ما تشوفون طبع لي عقب ما ضغطنا 9، طبع لي اول واحد بالاي دي ماله والاسم وكل الديتيلز وكم كورس عنده اللي هو الديتيلز مال المواد كامل. تقدرون تشكلونه بطريقة احسن او ذي. وخلينا شنو بريس سي تو كونتينيو، عشان شنو ما يوديني المنيو قبل ما يعني اشوف الهاي. تمام نقدر نسوي كلير بعد نمسح الهاي وذي، ولكن هاي ما يحتاج اعتقد لها الحد كفاية. في شغلة بعد خلنا نعدلها، بيكون هاي اخر شيء. خلينا نقول له سي وزيرو عشان يصك لنا. شو هني صك في شغلة بعد زيادة في الاد، خلينا نضبطها وخلاص. شوفوا هني في الاد يوم ناخذ الاي دي، خلينا نقول الاي دي كان متشابه. خلينا براويكم واحد نقول 2020. زين اي شيء بعد هنا اي شيء بعد اي شيء. زين نو الحين بدش مرة ثانية بنفس الاي دي بس اسم غير. خلينا نقول كيو كيو بيضيع، يعني شلون بيخلي كل الديتا يدخلها في الاخير بيقول له لا مو موجود. شو هني فولتس، لان ليش ما يصير. فمن مكان اخليه كذي اول ما يكتب الديتا غلط اذا ما اعطي مجال. تمام شلون بسويها؟ خلي وراكم شلون بسويها. بنروح هني بنشيك الديتا عقب اذا ما اذا استوى اذا الديتا اوكي بنسوي سيرش. لازم يطلع لي شنو انه مو موجود. نقدر نستخدم اندكس ونقول له رستر دوت سيرش ونعطي الاي دي ونحط اف كونديشن. الاف اذا ماينس اذا يساوي ماينس 1 بيسوي لي كل هالخطوات. ما في نقدر نخليه يعيد او نخليه مثلا خلينا نشوف نخليه انه يرد يدخل. احنا اوريدي عندنا لوب، ولكن لوب حق الكورسز ما عندنا لوب حق ذي. مو مشكلة نقدر نسوي حل. بنقول له اف اندكس ايكوال ايكوال ماينس 1 في الحالة بس شنو بصير كل هاي. خلي عشان ما اعقد الكود ازياد، اذا تبغون تقدرون نفس اللوب تخلونه مرة ثانية، بس انا ما بحط الحين عشان ما اعقد الكود لانه بيصير وايد معقد. فبس مخلي this وهنا
هني بنخلي الاي دي طبعا عشان يعرف شنو الاي دي اللي موجود. تمام، الحين اذا بنضيفه، عاد سيدا بيطلع بيودي المنيو بعد. اوكي سيدا بيودي المنيو، اوكي بيقول لها الاي دي شو اسمه، وبيطلع بيودي المنيو. مثلا مثل ما تشوفون، اول ما ضغطنا الاي دي قال لي this id has already exist. نقدر نحط مثلا جملة to return to menu r وانتهى، ما يحتاج نخليه في لوب. اذا تبون تخلونه في لوب بعد اوريدي تعرفون الطريقة. فخلنا نسكر البرنامج ونعدل على هاي ونحط هنا علامة تعجب عشان يعني يلحظها. فشنو نقول له عقب؟ هاي بيكون في الالس طبعا، فمن كذي نحتاج نحط بريسي. وهني بعد بريسي هني نقول له إلس، بعدين نقول له system dot out press. وهني بس نخلي له read dot next. في الحالة إذا exist شنو بيعطينا مجال، بعدين بيقول لا، إن بعدين يوم نحط الرقم بيرجعنا حق المنيو. نقول وين حط أي شيء، مرة ثانية نفس الاي دي. الحين شو هنا قال لي already this id 2020 already exist press r to return. احنا اي رقم بنحطه بيروح حق الهاي، ولكن هاي كأنه جايد حق اليوزر انه اوكي حط r اذا ما صار عندك الهاي. نحط r رجعني حق اليوزر. كنت اقدر اخلي لوب انه return، ف اذا تبون تخلون لوب بيكون بهالطريقة. بعد بنقول له do نقدر ناخذ نفس الكونديشن بالضبط مالت الوايل. ناخذ هاي هني ونحطه تحت. بنحتاج نحط بعد هني قوس او بريسي مالت الدو وهني سيمي كولوم. هني الانسر اوريدي شنو بيصير؟ بيصير automatic yes. تمام، هاي بنضيف عليه، ولكن حق الاصلي هني هني اوريدي بيكون نو صح؟ فالنو بيطلع من اللوب دايركت ما بيخليه يدش مرة ثانية. خلينا نجرب، ممكن في شيء ما لاحظناه. خلينا نقول وان بنقول له نو، طلعنا اوريدي زين، لان ما نحتاج شيء ثاني. هني خلينا نحط 1 2020 زين. شنو قال لي هني؟ نحتاج نشيل هاي، بس مو مشكله بنشيلها بعدين. الحين مره ثانيه اعطاني مجال اني اكتب الاي دي. تمام، مفترض نشيله ونعطي تشانس انه من مكان نحط له المسج نقول له try again وكذي. اوكي سكر البرنامج. فهني بنقول له try again
نقدر نقول له press مثلا، خلينا نقول شنو R أي شيء to try again. أوكي أو N، خلينا نقول N كأن new to try again. فالحين وقت اللي بيشغل 2020 نو هني بنقول له 2020، شوف هني طلع لي already exist، press انت try again. الحين شنو طلع لي الاي دي، فبيحط اي دي ثاني مثلا اي شيء فبيكمل له عادي. خلنا نكمل نشوف اذا في اخطاء او شيء. نو اوكي الحين خلينا نطبع. اوكي طبع لي كل شيء، ولكن في شغلة بنضيفها على الطباعة، ان بين student و student يحط لي نوع الستارز يكون افضل عشان يبان. وبس هاي بيكون اخر شيء. هاي 9 في اللوب نفسه، عقب ما يخلص هني بنحط له system dot out وكل نجوم. تمام الحين لو نقول له print في نجوم بين ال student، فبيكون الشكل وايد أضبط. وإذا عندهم مواد بيكون شكله مثل ما تشوفون. هاي أول واحد بينهم مادة واحدة، إذا مادتين أو ثلاثة بعد نفس الشيء بيكون في خطوط، فكذي بيكون ارتب يبان كل ستودنت بروحه. تمام هاي نسبة حق البروجكت سويناه كامل، تقدرون تعدلون شكله على كيفكم. خذينا هني ان شلون نسوي لوب نخليه يتكرر، وتشيكنا كل الفانكشناليتي مالت البروجكت والكلاسات. نشوفكم في فيديو ثاني.